عبد العزيز العبار قضية مؤسفة جدا، وتفتح أيضا موضوعا جديدا يدلل على أن السلطة لا تتوقف عن فتح قضايا ذات بعد آخر. هذا الشهيد قارب 50 يوم لم تفرج عن جثمانه لسبب واحد فقط، هو أن أباه يطالب بشهادة إثبات وفاته بحسب السبب الأصلي، وهذا أمر مقرر دوليا ومقرر إنسانيا. خطاب سماحة الشيخ اليوم بدون إشكال يضع اليأس أمام أي طرح ممكن أن لا يرقى إلى طموحات هذا الشعب. هذا الشعب يريد كرامة، هذا الشعب يريد أن يكون شريكا حقيقيا في إدارة هذا الوطن، هذا الشعب يريد انتهاء لعصر التمييز والتهميش الذي عانى منه.